السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم فريدة شانيل. نتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير بصحة جيدة بإذن الله. إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة، ما تنسوا دعمي باشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد فضلا وليس أمرا. في هذا الفيديو غنشوفوا شنو هما التخصصات المطلوبة وشنو هما الشروط للولوج لكل تخصص بالمدرسة العليا للأساتذة بمراكش. بالنسبة للتكوينات المفتوحة في المدرسة العليا للأساتذة، لكن الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا على طالبين تخصص الهندسة المعلوماتية، لكن أيضا تكوين ديال سيكل الإجازة في التربية. على التخصصات المطلوبة هو الإعلاميات ديال التعليم الثانوي، الرياضيات، فيزياء كيمياء، علوم الحياة والأرض، اللغة الفرنسية بالنسبة للتعليم الثانوي، وبالنسبة للإجازة في التربية ديال تخصص التعليم الابتدائي، وكاين الماستر والماستر المتخصص. هنا بالنسبة لعدد ديال الأماكن المطلوبة في كل تخصص، على بالنسبة للدبلوم الجامعي التكنولوجي على الطالبين 50، على بالنسبة لكونديسيون الشروط هو باك 2019، باك 2020، إما يكون سيونس سمارت، سيونس إكسبيرمونتال ولا إلكترونيك. وبالنسبة هنايا كاين سيليكسيون سيغ نوت ديال الباك الوطني والجهوي، والكوطا على حساب النوع ديال الباك. على بالنسبه لسلك الاجازه في التربيه ديال التعليم الثانوي والتعليم الابتدائي، الرياضيات عدد المناصب هو 60، بالنسبه للباك المطلوب هو سيونس مات او سيونس اكسبيريمونتال فيزيك شيمي، بالنسبه للانفورماتيك 30 العدد هو اللي مطلوب، اما باك سيونس مات باك اكسبيريمونتال وفيزيك شيمي. بالنسبه للتخصص فيزياء كيمياء عدد المناصب هو 60، الباك اللي مطلوب هو باك سيونس مات او باك علوم فيزيائيه. تخصص علوم الحياه والارض عدد المناصب المطلوبه هو 60، الوغ باك اس في علوم الحياه والارض، اللغه الفرنسيه 40، على هنايا باك سيونس او ليترو ايكونومي. بالنسبه للتعليم الابتدائي عدد المناصب هو 60، وجميع الشعب ديال البكالوريا مطلوبه بالنسبه للتعليم الابتدائي. هنا بالنسبه للملاحظات، على موان دو 20 اون ديسوم يعني ما يكونش عنده اكثر من 21 سنه في دجنبير 2021، بالنسبه للسيليكسيون غيكون على حساب النوت ديال لي ماتيير ديال البكالوريا ديال الوطني والجهوي، وكاين اونتروتيان اورال. بالنسبه للتعليم الثانوي والابتدائي، راه كاين السيليكسيون يعني كاين التقاء وكاين الشفوي. هذه بالنسبه للماستر. بالنسبة للبلانين اي فورماسيون على هما اللي ذكرت. بالنسبة لي كونديسيون اي بروسيدور داكسي على شروط الولوج، بالنسبة لي دبلوم جامعي تكنولوجي ديال المعلوميات، على لاكسي اون اس ان بوغ لي باشيلي سيونتيفيك الحاصلين على بكالوريا علمية 2019 2020 وغتكون حتى 2021. على بالنسبة لي الشعب المطلوبة هي سيونس مات او بي، العلوم التجريبية، فيزياء كيمياء، علوم الحياة والأرض، زائد العلوم ديال إلكترو ميكانيك. بالنسبة للسن قل من 21 عندها دو جنبير 2021، على السيليكسيون غتكون على حساب النقاط المحصلة عليها في البكالوريا ديال الجهوي والوطني. على هنا ملاحظة ام بي غتكون هناك كوطا اللي غتطبق على حساب الشعبة ديال البكالوريا، يعني كل شعبة تكون عندها واحد النسبة معينة. على مثلا هنا بالنسبة للرياضيات، لحاصلين على بكالوريا علمية سيغي سيونس مات أو لا علوم فيزيائية. نفس الشيء بالنسبة للسن ما يتعداش 21 سنة في دجنبير 2021. على بالنسبة للانتقاء يكون على حساب النقط المحصلة عليها في البكالوريا الجهوي والوطني. وبالنسبة لي كونديدا سيليكسيوني سون كونفوكي او زونتخوتيان اورو افون دير ديكلاري ادمي، من بعد الانتقاء غيكون هناك لائحة ديال المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي قبل ما يكونوا مقبولين نهائيا. وبالنسبة لهنا يكون أيضا سيليكسيو على حساب النقطة ديال الفرنسية العربية الرياضيات، وأيضا على حساب لا سبيسياليتي على حساب التخصص المطلوب ما بين الجهوي والوطني. أهلا بالنسبة لتخصص الفيزياء، تخصص المعلوميات، تخصص ديال علوم الحياة والأرض الفرنسية والبريمير. على بالنسبه للتسجيل، على بالنسبه للتسجيل مازال ما بداش، على كاين هذا الرابط ديال التسجيل بالنسبه للدبلوم الجامعي التكنولوجي وبالنسبه للاجازه في التربيه.
انا بالنسبه لي الوثائق المطلوبه ديال التسجيل ان شاء الله خاص ضروري ديروا لاسكريبسيون في هذا الرابط وديروا تيليشارجي استماره ديال لاسكريبسيون على شكل بي دي اف. على بعد ذلك خصكم تجمعوا هاد الوثائق اللي هي جوج ديال النسخ ديال الاستمارة ديال الانسكريبسيون ديال التسجيل يكون على شكل بي دي اف، لوريجينال زائد 4 ديال النسخ ريكتو فيكسو ديال البكالوريا، الاصلية زائد جوج ديال مستخرج النقاط مصادق عليهم ديال الجهوي والوطني، ثلاثة ديال النسخ مصادق عليهم ديال البطاقة الوطنية، ثلاثة ديال مستخرج ديال عقد الازدياد ويكون حديث، 4 ديال الصور حديثة. هنا كاين ديكلاراسيون سور لونور يعني تصريح بالشرف ويكون مصادق عليه، على كديروا لو تيليشارجي من هاد الرابط. من بعد هنا كدير لوتوريزاسيون ديال تيتر ايضا بالنسبه اللي عندهم اقل من 18 سنه ويكون ليغاليزي كتيليشارجوها من هاد الرابط. وعاد كاين ان امبريمي ديال بلاكيت سبور اي كولتور تيليشارجاب، اهلا بالنسبه للرياضه والثقافه كتسجلوا في النادي ديال الرياضي والنادي الثقافي، ديروا له التحميل من هذا الرابط. على هذو هما المعلومات اللي كاينين لحد الساعه. على بالنسبه لي التسجيل في المدرسه العليا للاساتذه مازال ما بداش، ان شاء الله من غادي يعلنوا على التسجيل غندير لكم فيديو على طريقه التسجيل في المدرسه العليا للاساتذه بمراكش. كنتمنى التوفيق للجميع، وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو ديروا اعجاب للفيديو، اذا كنت اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش دعمي باشتراك في القناه وتفعيل جرس ليصلكم الجديد، وما تنساوش ايضا تقاسموا الفيديو لكي تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.